بدأ البحرينيون احتفالاتهم بعيد الفطر السعيد بالتكبير والتهليل وقيام صلاة العيد في المساجد والساحات بمشاركة المقيمين على أرض المملكة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بكل لذة الخشوع وروحانية الفرحة ينهي المسلمون أفضل شهور السنة وأبركها بعيد الفطر السعيد بعد صوم وصلاة وهجوع وقيام في شهر رمضان المبارك، حامدين الله على فضله ونعمه، طامعين بكرم عفوه ومرضاته، بالدعاء والرجاء منه عز وجل أن يتقبل طاعاتهم وصالح أعمالهم، متمنين عليه جل جلاله أن يبلغهم الشهر سنين عديدة لا فاقدين ولا مفقودين. الله يعود علينا وعليكم بالخير والسعادة إن شاء الله، نتمنى للقيادة الرشيدة كل خير، ونتمنى لكم كل خير إن شاء الله، وإن شاء الله على الإسلام، مستمرين على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشكر على توفيقه وامتنان علينا، وفقنا ويسر لنا الصيام والقيام وسائر الأعمال، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نقوم بالطاعة، طاعة والطاعة. منذ بزوغ فجر اليوم حتى مفرق الشمس تعالت أصوات المسلمين في المساجد بالتهليل والتكبير ابتهاجا بحلول هذا العيد السعيد أعاده الله على البحرين بالخير واليمن والبركات، فاحتشد المصلون في الساحات والمساجد لأداء فريضة صلاة العيد المباركة والاستماع لخطبة العيد التي تختتم بالدعوات والرجاء لقبول الأعمال والطاعات. أحسن العادات عندنا إحنا نتماسك، والأهل يتزورون مع بعضهم بعض، وكل واحد يسأل ويباركون ويحترمون الكبير، يحترمون الكبير ويقدرونه ويحترمونه ويقدرون ويقدمون له كل خير إن شاء الله. وهو بعد، وحتى الكبار، الكبار بعد يرقون ويعطفون على الصغار. الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا البلاد المبارك، نحن نقوم بزيارات الأهل، نعايد بالناس، نحضر مصليات العيد، ويعني كذلك يعني نعطي نفرح الأولاد، نعطيهم الهدايا والعيادي، نلبس الجديد، ونظهر يعني هذا السرور. فرحة تغمر الكبار والصغار، وعادات طيبة جبل عليها المجتمع الإسلامي وعززتها ثقافة المجتمعات العربية وبما فيها البحرين بزيارات الأحبة والأقارب وصلة الأرحام لتبادل التهاني والتبريكات بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. عيد الفطر السعيد رمز البهجة والفرحة للمسلمين في شتى بقاع الأرض، فهذه المناسبة الدينية المباركة فرصة سانحة للمسلمين بعد انقضاء صلاة العيد لتبادل التهاني والزيارات بين الأهل والأصدقاء احتفاء بهذه المناسبة السعيدة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.